السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده هنحل بروبلم التيكتس موجود على كود فورسز، وهسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن. طيب البروبلم باختصار بيقول ان في شخص اسمه نور دوت كان بيحجز تذكره، ولما خلص خرج من الطابور اللي كان واقف فيه وكان مستني الباص عشان يروح. وفي الفتره اللي هو كان مستني فيها الباص قرر ان هو يلعب لعبه. اللعبه عباره عن ان هو في طابور قدامه واقف على شباك، والطابور دوت بيتم فيه عمليتين، يا اما حد بيدخل الطابور يا اما حد بيطلع من الطابور. طيب هو اللعبه بتاعته كالتالي، ان هو يخمن الاي دي بتاع الشخص اللي طالع من الطابور، ولو خمنه صح يبقى هطلع له يس، لو خمنه غلط هطلع له نو. طيب نيجي للانبوت هنا. the first line of the input contains one integer n number of operations، والرينج بتاعنا من 1 ل 10 بار 5. next n lines contain two integers a و b. ال a هو ال type of operation. ايه هو ال type of operation؟ احنا قلنا ان في two operations بيتموا في الطابور اللي عندنا، يا اما حد داخل الطابور ودوت هيكون ال a بواحد، ويا اما حد طالع من الطابور في الحالة دي هيكون ال a باتنين. وال b هو ال id بتاع الشخص اللي داخل او اللي خارج، وهنا هطلع له yes لو كان هو خمن صح، وهطلع له نو لو خمن غلط. طيب لو جينا دلوقتي بصينا للبروبلم هنلاقي ان افضل حاجه نستخدمها هي كونتينر الكيو. يعني هي حاجه شبه الطابور، بيبقى فيه مثلا زي شباك، واول شخص بيجي بيقف هنا. ما ينفعش الشخص التاني، يعني دوت رقم واحد، ما ينفعش الشخص التاني يجي يقف هنا، لا غلط، الشخص التاني هيجي يقف وراه، تمام، الشخص التالت هيجي يقف وراه، وهكذا. فالفلو بيتم كده بالمنظر ده، يبقى ده الفرونت وده الباك، تمام. طيب لو احنا عايزين نشيل عنصر من عناصر الكيو، بنشيل من ورا ولا من قدام؟ لا، الشخص المفروض خلاص بقى راح حجز التذكره فبيخرج من الطابور، فلما بنيجي بنعمل بوب للفرونت. انت بتكتب اسم الكيو بتاعك دوت بوب، فهو بيشيل الفرونت بتاع الكيو بتاعك، تمام. يبقى البوب فانكشن بتستخدمها هنا في الكيو، وبيشيل الفرونت بتاع الكيو بتاعك، تمام. طيب احنا قلنا ان البروبلم عبارة عن two operations، يا اما حد بيدخل الطابور يا اما حد بيطلع من الطابور. فقلنا ان في letter ال a، letter ال a دوت هو عبارة عن ال type of operation. لو ال a كان بيساوي واحد يبقى كده معناه ان في شخص داخل الكيو او داخل الطابور، ودوت في الحالة دي بنعمل له push زي ما فوق كده. احنا كده هنا كنا بنعمل push، واحد دخل بعد كده اللي وراه واللي وراه وهكذا، فده كده احنا بندخل في الكيو بتاعنا او بندخل في الطابور بتاعنا. ولما الشخص بقى بيخرج من الطابور بنعمل له بوب، وعرفنا ان البوب يشيل اول element في الطابور او الفرونت بتاع الطابور. طيب اول سامبل هنا بالمنظر ده، فانا نقلتها هنا وهبتدي اشرحها معاكم. طيب في هنا 5 operations. اول operation ان ال a بيساوي 1 وال id بيساوي 10، فاحنا هنعمل كده بالمنظر ده كيو. هنا ال a بيساوي 1، ده معناه ان احنا هنعمل بوش. احنا قلنا لو ال a بيساوي 1 يبقى هنعمل بوش. يعني ايه بوش؟ يعني احنا هندخل شخص الطابور، فدخلنا كده شخص الطابور بالمنظر ده، والاي دي بتاعه كان 10. طيب رقم 1 برضه معناه ان شخص تاني دخل الطابور، فدخلنا شخص الطابور والاي دي بتاعه ب20. طيب رقم 2، شخص بيمشي من الطابور، يعني احنا قلنا ان هو بيمشي من الفرونت، فبالمنظر ده كده هو ده الشخص اللي هيمشي، وده التخمين بتاعه. هل اللي هيمشي من الطابور الاي دي بتاعه رقم 20؟ لا، الاي دي بتاعه رقم 10، فكده اول اوتبوت هيكون عبارة عن نو. طيب خلاص الشخص ده خرج، يبقى ده كده بقى الفرونت بتاعنا. طيب في هنا رابع اوبريشن ان في شخص داخل الطابور، فالاي دي بتاعه 30. واخر اوبريشن ان الشخص خرج من الطابور، هو عايز يتشيك هل فعلا الاي دي 20 هو الاي دي بتاع الشخص اللي خارج من الطابور ولا لا. فلو شلنا ده كده هنلاقي فعلا ان الاي دي بتاعه ب20، ففي الحالة دي هنطبع له يس وبس. دوت كده شرح البروبلم باختصار. طبعا نروح دلوقتي على الكومبايلر عشان نعمل امبلمنتيشن للكلام ده. طيب احنا قلنا مبدئيا ان احنا نستخدم الكيو، فلازم مبدئيا نعمل هاش انكلود للكيو بتاعنا. ودلوقتي هنعرف الكيو بتاعنا، فبيكون بالمنظر ده. بتكتب هنا الداتا تايب بتاع الكيو وليكن انتجر، وهنا هنسميه اسم الكيو بتاعنا وليكن كيو كابيتال، تمام. طيب هنا اول حاجه هندخل عدد تيست كيسز وليكن تي وسي ان للتي، ونمشي على فور لوب. تمام. طيب في كل تيست كيس احنا بندخل رقمين،
اول رقم ايه وتاني رقم بيه. طيب قلنا ان ايه هو عبارة عن الاوبريشن او type of operation، تمام، وقلنا ان البي هو الاي دي بتاع الشخص اللي داخل او الشخص اللي خارج، صح كده؟ طيب فاحنا اول حاجة نعمل سي ان للاي بتاعنا اللي هو type of operation، ونقول له لو الاي بيكوال ايكوال 1 ده كده معناها ان في شخص داخل الطابور، فهبتدي اعمل push للاي دي بتاعه. طب فين الاي دي؟ الاي دي اللي هو البي، فممكن برضو نعمل له سي ان فوق سي ان البي، ونقول له هنا كيو دوت بوش الاي دي بتاعه اللي هو البي، تمام. طيب else if بقى لو كان ال A بيكوال ايكوال 2 ده كده معناه ان في شخص خارج من الطابور، فانا في الحالة دي هبتدي اتشيك هل ال ID اللي خمنه اليوزر او اللي خمنه نور اللي كان بيلعب اللعبة ديت خمنه صح ولا لأ، فابتدي اعمل if condition لو ال B بيكوال ايكوال ال Q دوت front، احنا قلنا ان الشخص لما بيخرج من الفرونت، تمام، فلو ال B بيكوال ايكوال ال Q دوت front ابتدي بقى اطلع لي yes see out yes و end line. طيب else ان هو بقى ان الرقم اللي هو خمنه او الاي دي اللي هو خمنه مش بيساوي الاي دي اللي هو هيخرج من الطابور، ففي الحاله دي هطلع له نو يبقى سي اوت نو و end line. النقطه ده هشيل بقى الشخص اللي هو خرج من الطابور، انا مش عايزه يكمل معايا لان احنا عملنا اوبريشن 2 فلازم نشيل الشخص من الكيو بتاعنا، فهنقول كيو دوت بوب بس على كده. طب عايزين بقى نجرب الكلام ده، خلينا كده نجرب اول سامبل مع بعض. في 5 operations، اول operation ان في شخص داخل الطابور والاي دي بتاعه 10، تاني operation شخص داخل والاي دي بتاعه 20، تالت operation ان في شخص هيخرج وهل التخمين بتاع نور ان الاي دي بتاعه 20 صح ولا غلط، فهنا هيطلع لي نو تمام. بعد كده في شخص داخل الطابور والاي دي بتاعه 30، شخص خارج والتخمين بتاع نور ان الاي دي بتاعه هيكون 20، هل التخمين ده صح ولا غلط؟ التخمين هيكون صح وبالتالي هيطلع يس yes. طيب عايزين بقى نعمل سبميت للكلام ده، يا مسهل. تمام الكود accepted، شكرا جدا.